بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رقية العين والحسد. بسم الله، بقوة الله وبآيات الله تبطل كل عين أصابت مريضا. بسم الله، بقوة الله وآيات الله جل وعلا يزال أثر كل عين أصابت مريضا. حسبي الله وكفى، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إني أتجرد من حولي وقوتي إلى حولك وقوتك، فاكفني وسددني وانصرني. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما خلق وبرأ وذرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. تحصنت بسم الله الذي لا إله إلا هو، تحصنت بالله الذي لا إله إلا هو إلهي وإله كل شيء، واعتصمت بربي ورب كل شيء، وتوكلت على الحي الذي لا يموت، واستدفعت الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الرب من العباد، حسبي الخالق من المخلوق، حسبي الرازق من المرزوق، حسبي الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مرمى. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم ذا السلطان العظيم والمن القديم، ذا الوجه الكريم، ولي الكلمات التامات والدعوات المستجابات، عافنا وعاف المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. عافنا وعاف المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. عافنا وعاف المسلمين من أنفس الجن وأعين الإنس يا رب العالمين. اللهم اصرف عن المسلمين وعن كل مريض أثر كل حر عين. اللهم اصرف عن المسلمين حر العيون، اللهم اصرف عن المسلمين حر العيون، اللهم اصرف عن المسلمين حر العيون وبرد العيون ووصب العيون. اللهم رب الناس اذهب البأس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. بسم الله ارقيكم من كل شيء يؤذيكم، ومن شر كل نفس او عين حاسد الله يشفيكم. بسم الله أرقيكم، بسم الله على نفسي وأهلي ومالي وعلى كل شيء عائد لي، بسم الله على المبتلى وعلى كل شيء عائد له، بسم الله على من حضر جلستنا واستمعها من المسلمين والمسلمات، بسم الله عليهم وعلى أنفسهم وأموالهم وأولادهم وعلى كل شيء عائد لهم. بسم الله، وبقوة الله تبطل أثر كل عين من عيون الجن أصابت مسلما. بسم الله، وبقوة الله تبطل أثر كل عين من عيون الجن حاسدة أصابت مسلما. بسم الله، وبقوة الله
يبطل أثر كل عين من عيون الإنس أصابت مسلما فعطلت عنده شيئا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
من همزه ونفخه ونفثه. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير اللهم رد كل عين حاسدة خاسئة يا رب العالمين ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم أبطل أثر العيون الحاسدة. اللهم أبطل أثر العيون الحاسدة. اللهم أزل أثر العيون الحاسدة. اللهم أزل أثر العيون الحاسدة. اللهم أزل أثر العيون الحاسدة. اللهم فجر عقد العين والحسد. اللهم فجر عقد العين والحسد. اللهم زلزل عقد العين والحسد. اللهم حرق 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 عقد العين والحسد. اللهم فجر عقد العين والحسد. اللهم فجر عقد العيون الحاسدة المتراكمة. اللهم فجر عقد العيون الحاسدة المتراكمة. اللهم فجر عقد العيون الحاسدة المتراكمة. اللهم أزل أثر العيون الحاسدة المتراكمة. اللهم أزل أثر العيون الحاسدة المتراكمة. اللهم أزل أثر العيون الحاسدة المتراكمة. اللهم أبرد أثر العيون الحاسدة. اللهم أبرد حر 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 العيون الحاسدة المتراكمة. اللهم أبرد حرها وأزل شررها وضررها يا رب العالمين. اللهم فجر عقد العيون الحاسدة.
والعيون الحاسدة المتراكمة. اللهم فجر عقد العيون الحاسدة يا رب العالمين. بسم الله وبقوة الله وسلطان الله وآيات الله تخرج كل عين حاسدة أو متراكمة من أجساد المسلمين. بسم الله تخرج كل عين حاسدة من أطراف الأصابع يا رب العالمين. بسم الله تخرج كل عين حاسدة من أطراف الأصابع يا ذا القوة المتين. بقوتك اللهم أخرج العيون الحاسدة من أطراف الأصابع وأبطل أثرها وأبرد حرها. إلهنا ومولانا يا رب العالمين، أزل أثر كل عين حاسدة وأبطل أثر كل عين حاسدة، وفجر عقد العيون الحاسدة وحرق عقد العيون الحاسدة. اللهم باسمك يا ذا القوة المتين تخرج كل عين حاسدة من أطراف الأصابع يا رب العالمين. اللهم أبطل أثر العيون الحاسدة، اللهم أبطل أثر العيون الحاسدة، اللهم فجر عقد العيون الحاسدة، اللهم فجر عقد العيون الحاسدة، اللهم أصلح ما أفسدته العيون الحاسدة، اللهم أصلح ما أفسدته العيون الحاسدة، اللهم أصلح ما أفسدته العيون، اللهم أصلح ما أفسدته العيون، اللهم أصلح ما أفسدته العيون الحاسدة، اللهم أبرد حر عيون الجن الحاسدة، اللهم أبرد حر عيون الجن الحاسدة التي أصابت مسلمين، اللهم أبرد حر عيون الجن الحاسدة يا رب العالمين، اللهم أخرج عيون الجن الحاسدة، اللهم أخرج عيون الجن الحاسدة، اللهم أخرج أثر عيون الجن الحاسدة، اللهم أزل أثر عيون الجن الحاسدة من أجساد المسلمين، اللهم حرق أثر عيون الجن الحاسدة، اللهم حرق أثر عيون الجن الحاسدة، اللهم فجر عقد عيون الجن الحاسدة، اللهم فجر عقد عيون الجن الحاسد التي أصابت أجساد المسلمين. اللهم فجر عقد الجن الحاسد يا ذا القوة المتين. اللهم أخرج أثر عيون الجن التي أصابت أجساد المسلمين. يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، بك نستجير وبك نستعين وبك نلوذ، إليك الملتجى يا ذا القوة المتين. اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة، اللهم أبطل أثر كل عين حاسدة أصابت رزقا فأمسكت، أصابت رزقا فأمسكت، أصابت رزقا فأمسكت. اللهم فجر أثر كل عين حاسدة أصابت رزقا فأمسكت. اللهم حل عقد العين التي أصابت رزقا فأمسكت. اللهم أبطل وأبرد حر كل عين حاسدة أصابت رزقا فأمسكت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت جسدا فأمرضت، أو أصابت جسدا فأمرضت. اللهم أبطل، اللهم أزل أثر كل عين أصابت جسدا فأمرضته يا رب العالمين. اللهم أبطل أثر كل عين أصابت جسدا فأمرضته يا ذا القوة المتين، أو أصابت قلبا فأحزنته. اللهم فجر عقد العين الحاسدة التي أصابت قلبا فأحزنت،
اللهم أزل أثر كل عين حاسدة أصابت قلبا فأحزنته، اللهم أزل أثر كل عين حاسدة أصابت قلبا فأحزنته، أصابت قلبا فأحزنته، اللهم فجر أثر العيون الحاسدة التي أصابت قلبا فأحزنته، اللهم أبرد حرها، اللهم أبرد حرها وأزل أثرها، اللهم أخرج كل عين حاسدة، اللهم أخرج كل عين حاسدة، اللهم اصرف كل داء عن الروح والجسد، اللهم اصرف كل عين حاسدة على الروح والجسد، اللهم اصرف كل عين حاسدة على الروح والجسد، اللهم فجر كل عين حاسدة على الروح والجسد، اللهم فجر كل عين حاسدة على الروح والجسد، اللهم أزل حر كل عين على الروح والجسد، اللهم اصرف كل عين عن الروح والجسد، يا ذا القوة المتين، يا رحمن يا رحيم، يا أمان الخائفين، ويا رجاء المنقطعين، اللهم شاف وعاف كل مريض مسلم، اللهم شاف وعاف كل مريض مسلم، اللهم شاف وعاف كل مريض، شاف وعاف كل مريض مسلم، اللهم أخرج كل عين من حيث دخلت، اللهم أخرج كل عين حاسدة من حيث دخلت، اللهم رد كل عين حاسدة من حيث دخلت، اللهم رد كل عين حاسدة من حيث دخلت، اللهم رد كل عين حاسدة من حيث دخلت، اللهم فجر عقد العيون، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم رد البصر خاسئا حسيرا، اللهم رد البصر الحاسد خاسئا حسيرا، اللهم رد البصر الحاسد خاسئا حسيرا، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها، اللهم أذهب حر العين وبردها ووصبها عن أجساد المسلمين، اللهم أذهب حر العيون وأذهب بردها ووصبها، يا رحمن يا رحيم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا ظالمين. اللهم أخرج كل عين لامة، اللهم أخرج كل العيون اللامة، اللهم أخرج كل عين قوية، اللهم أخرج كل عين قديمة، اللهم أخرج كل عين معجبة، اللهم بالزينة أعجبت وتعجبت وما بركت، اللهم أخرج كل عين نظرت واستحسنت وتمحنت وما بركت وركزت وما بركت، اللهم أخرج كل عين نظرت فأمرضت يا رب العالمين، اللهم أخرج كل عين نظرت فأمرضت، اللهم أخرج كل عين نظرت فأمرضت، اللهم أخرج كل عين نظرت فأمرضت وأهلكت وما بركت، كل نظرة تكررت وما بركت يا رب العالمين، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنت يا رب العالمين، اللهم أخرج كل عين قوية أو عين حارة أصابت شيئا أو نظرت إليه فما بركت، اللهم أذهب حرارة العيون الحاسدة، اللهم أذهب حرارة العيون الحاسدة، اللهم أذهب ما حل بسبها من ألم وتعب ومرض ونصب ونكد وضيقة في الصدر وألما في الظهر يا رب العالمين، اللهم أزل أثر العيون الحاسدة، اللهم شاف وعاف كل مريض بسبب عين حاسدة، اللهم أزل وأذهب حر العين، حر كل عين يا رب العالمين، وشر كل عين أصابت ألما وتعبا ومرضا ونكدا وسببت ألما وتعبا ومرضا ونكدا وضيقة في الصدر وألما في الظهر يا رب العالمين، اللهم أبطل أثر كل عين بالروح امتزجت، اللهم أبطل أثر كل عين بالروح امتزجت،
اللهم أبطل أثر كل عين بالروح امتزجت، اللهم أخرج كل عين كبيرة لكل شيء شملت، اللهم أخرج كل عين حاسدة كبيرة لكل شيء شملت، اللهم اشف من كل عين حاسدة، اللهم اشف المسلمين من كل عين حاسدة، اللهم شافهم وعافهم من حسد الحاسدين وحقد الحاقدين، اللهم أخرج عيون الناس، اللهم أخرج عيون الناس الحاسدة التي أصابت المسلمين، اللهم أخرج عيون الأقارب الحاسدة التي أصابت المسلمين يا رب العالمين، اللهم أخرج عيون اللهم أخرج أعين وأنفس الجن الحاسد من أجساد المسلمين، اللهم أخرج أعين وأنفس الجن التي أصابت ما يملكه المسلمون أو أصابت أجسادهم يا رب العالمين، اللهم أخرج كل عين مست الرجال أو مست النساء أو مست الأطفال فآذت ودمرت وعطلت يا رب العالمين، اللهم أبطل حرها، اللهم أبرد حرها وأزل أثرها يا رب العالمين، اللهم أزل كل عين معجبة نظرت وما بركت، اللهم أبطل كل عين معجبة نظرت وما بركت، اللهم أزل أثر كل عين معجبة نظرت وما بركت يا رب العالمين، اللهم أزل أثر كل عين حاسدة تتمنى زوال النعم أصابت المسلمين في جمعة رجال أو نساء، اللهم أبطل أثر كل عين أصابت عقلا فبلدته أو أصابت علما فضيعته، اللهم فجر عقد العين التي أصابت عقلا فبلدته، اللهم أزل أثر كل عين أصابت عقلا فبلدته أو أصابت علما فضيعته، اللهم أبرد أثر كل عين، اللهم أزل أثر كل عين أصابت علما فضيعته، اللهم أزل أثر كل عين أصابت ذكاء فسحقته، اللهم أزل أثر كل عين أصابت جسدا فأمرضته، اللهم أزل أثر كل عين أصابت عضوا فعطلته، اللهم فجر أثر كل عين أصابت عضوا فعطلته، اللهم أزل أثر كل عين أصابت جمالا فشوهت، اللهم أزل أثر كل عين أصابت جمالا فشوهت أو أصابت شعرا فأسقطته، اللهم أزل أثر كل عين أصابت شعرا فأسقطته، اللهم أزل أثر كل عين أصابت شعرا فأسقطته أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت عينا فأمرضتها أو أصابت رحما فعقمت، اللهم أبطل أثر كل عين أصابت رحما فعقمت، اللهم أزل أثر كل عين أصابت رحما فعقمته يا رب العالمين، اللهم أبطل حسدا على الدين وقوة الإيمان أو على الاستقامة والالتزام أو على العافية في الأبدان أو على حسن الحديث وطلاقة اللسان أو على دماثة الخلق وطيب المعشر أو على حسن الذوق وجمال الملبس، اللهم أبطل كل عين على جمال الأجسام أو على الشعر والأعين يا رب العالمين، اللهم أبطل أثر كل عين أصابت مالا أو عملا فعطلته أو حبست، اللهم أزل أثر كل عين أصابت مالا فحبست أو أصابت رزقا فحبست أو أصابت عملا فعطلته يا رب العالمين، اللهم أزل أثر العيون الحاسدة على الأزواج والمحبة والمودة يا رب العالمين، اللهم فجر عقد العيون التي أصابت زوجين ففرقتهما، اللهم أزل العيون الحاسدة التي أصابت كل
زوجين ففرقتهما. اللهم أزل أثر العيون الحاسدة التي أصابت الزوجين ففرقتهما، أو على الأولاد والأهل فصنعت بينهما من المشاكل ما صنعت. اللهم أبطل وأزل أثر كل عين حاسدة، ردها خاسئة حسيرة يا رب العالمين. اللهم أبطل سحر ساحر إذا سحر، سحر منتقم وحاسد وحاقد، سحرا مأكولا ومشروبا، أو سحرا معقودا ومنفوثا، أو سحرا وحسدا عقد بالأسماء والرموز والطلاسم والصور، أو سحرا عقد بالأثر من الملابس والشعر، أو سحرا معقودا من النجاسة، أو سحرا أحرق بالنار ودر في الهواء. أو اللهم أبطل سحر التفريق بين الزوجين بالقلوب والأجساد. اللهم أبطل سحر التفريق بين الأبناء وآبائهم، أو سحر التفريق بين الأبناء وأمهاتهم. اللهم أبطل سحرا تسبب في مرض الأبدان، أو حسدا تسبب في مرض في الأبدان. اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم، اللهم خص من ذلك أهل الأورام الخبيثة. اللهم شافهم وعافهم وفجر عقدهم، وفجر هذه الأورام التي سكنت في أجسادهم من سحر أو عين أو حسد يا ذا القوة المتين. اللهم أزل وأبطل كل سحر يدعو إلى حب المعاصي والشهوات، أو سحرا دعي أريد به إيذاء الإنسان يا ذا القوة المتين، وصرفه إلى حب المعاصي والشهوات، أو سحرا يدعو إلى اتباع الهوى والملذات. اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم، اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم، اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم باسمك اللهم وبقوتك. أنت الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، تخرج كل عين حاسدة من أطراف أصابع يا ذا القوة المتين. اللهم أخرج العيون المتراكمة في الرأس وفي الأكتاف وفي الظهر والقلب والصدر والبطن والفرج يا رب العالمين، وفي الأفخاذ والأقدام يا ذا القوة المتين. أخرجها وأزل أثرها وأبطل حرها وأبطل حرها وأبطل حرها وأبطل حرها. اللهم أبرد حرها، اللهم أبرد حرها، ردها حسيرة خائبة يا ذا القوة المتين. اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم، اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم، اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم، اللهم شافي وعافي كل مريض مسلم. واجعل ما ندعو إليه ونقرأه في ميزان حسناتنا وحسنات والدينا ومن له فضل علينا يا رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.